في الافتتاح وارجع لحضراتكم تاني. Championship which resulted in crowning the Egyptian team الاهلي كلوب for the ninth time. والان مع السلامة الوطني لجمهورية مصر العربية. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Egypt. السيدات والسادة، الآن نعلن عن مراسم افتتاح البطولة. Ladies and gentlemen, now we announce the opening ceremony of the tournament. Right now, we will start with the interesting laser and light show by Amazon Yasser and Waleed Al-Hariri. Moreover, we will enjoy the performance of Al Ahli Club Ballet Academy with the designed output of Samah Abbas, the trainee Sandy Abbas, and the principal of the academy, Wala Abdel Razik, and the music inspired by the musician Tamer Sar. Also, we'll get the excitement from the Tron Dance show. Last but not least, we'll enjoy the unique type of music with the violinist Hala Gamal.
like it'll bang blowing up in your bits. Every line that I write on the wax getting shine when it's up in the mix. Every line that I write on the wax getting shine when it's up in the mood.
enjoy our show. Finally, with the famous Egyptian star Mahmoud El Asseli. يا ناس شفتوا حلاوته يا ناس دايب بس من غيره دايب بس وخلي حلو كده خلي داير دي عايزين يا برد فيه يلا يا ناس شفتوا حلاوته يا ناس دايب بس من غيره دايب بس عايزين يا برد فيك عايزيني ازاي انا برد فيك ضيعت انا عمري عشان الاقيك عرفني الحب وايماني علمني اعيش واجد مكتوب لي اعيش معاك حلمي اللي انا دايما بستنى لو عشت انا يوم من غير يلا بينا قمر قمر في وسط الناس والقدر خلاه ملكي خلاص عرفني الحب وإيماني علمني أعيش وأكيد مكتوب أعيش معاه حلمي اللي أنا دايما بستنى لو عشت أنا يوم من غير ملقى ما يلزمني مساء الخير وازيكم و مشرفني ان انا اكون هنا في النادي الاهلي وشرف كبير ليا ان انا اكون في بطوله افريقيا للكره الطائره لانديه الرجال
وعايزين نشجع بقى مصر. سقفة كبيرة لمصر يا جماعة. ايوه يلا بينا. يلا يلا يا سيدي. انا مش مضمون، مش كارت بتلعبي بيه، لما تعوزي تخليه تزهقي منه وترميه، من غير فوازير ولا الغاز، مش هفضل صورة في برواز او ظل خيال، يوم تتجالي وساعات تشوفيه. انا مش تمثال وبتختاري الالوان، في الاخر انا انسان عمره ما يقبل يتهان. انا اسف مش هقدر اكون الكارت السهل المضمون، انا كنت ران بعمايلي جديد، امتي خسرتي وانا مش زعلان، والله انا مش زعلان، اوقات بيبان ان الكسبان خسران، ومع الايام حد بيرجع بجراح ويعيش موضوع ندمان والتاني يعيش مرتاح. يا ازاز مكسور وسنين انا ماشي عليه، يا جرح تعب ده ليه، انا بعمل كل ده ليه، ويا قصر الوهم الملعون بالحزن وبالخوف مسكون، هخرج للناس من بعد سنين عشتها مسكون. وانا مش زعلان، والله انا مش زعلان، اوقات بيبان ان الكسبان خسران، ومع الايام حد بيرجع بجراح ويعيش موضوع ندمان والتاني يعيش مرتاح. وانا مش زعلان، والله انا مش زعلان، اوقات بيبان ان الكسبان خسران، ومع الايام حد بيرجع بجراح ويعيش موضوع ندمان والتاني يعيش مرتاح. شكرا. طيب ثانك يو ثانك يو ثانك يو. طيب الاغنيه الجايه هي اسمها حلمنا واحد، وطبعا احنا عارفين ان احنا داخلين على كاس العالم، وعايزين بقى كده كلنا نتخيل ان شاء الله مصر كده في دور الثمانيه او في السيمي فاينل، نفكر كلنا تفكير ايجابي كده ونتخيلهم، وان شاء الله كمان نادي مصري هو اللي يفوز بالبطوله الأفريقية اللي هتتلعب دلوقتي. يلا بينا. في
تشجعنا قوة كنا معنا الاتحاد صوتنا كان واحد قلبنا جامد فيه السعي ازداد روحنا كانت حلوة تشجعنا قوة كنا معنا الاتحاد مش بس روحنا الحلوة ومش خايفين احنا رجعنا مصريين واملنا في السما عاليين وشايلين في قلبنا مصر وفرحانين ده احنا استنينا سنين عشان نقول وراجعين يلا يلا مصروية شدوا حيلكوا كمان زيادة شوية فات سنين كتير مش باية إلا قليل والفرحة جاية ننسى أي منافسة بينا لأن اسم مصر أكبر الفريق بسهولة يكسب لما نصدق إنه يقدر عمرك شفت حلم بيحلم بيه 90 مليون طب عمرك شفت حد ساكت لما مصر جاب الجول مكسبين وفوز دقيق لو بتتفرج لوحدك انزل لف في الشوارع شجع وافرح وسط أهلك زحمة على القهاوي في البيوت وصوت الماتش والسد العالي لسه عالي لسه زي ما هو وحش هيلا هوب هيلا هوب كل الناس بتقول يا رب طول ما احنا مع بعض دايما سهل نعدي أي صح يلا بينا هيلا هوب هيلا هوب كل الناس بتقول يا رب هيلا هوب هيا هو كل الناس بتقول يا رب وراجعين روحنا الحلوة ومش خايفين احنا رجعنا مصريين واملنا في السما عاليين وشايلين في قلبنا مصر وفرحانين ده احنا استنينا سنين عشان نقول وراجعين روحنا مصر وفرحانين ده احنا استنينا سنين عشان نقول وراجعين وراجعين لروحنا الحلوة ومش خايفين احنا رجعنا مصريين وأملنا في السما عاليين وشايلين في قلبنا مصر وفرحانين ده احنا استنينا سنين عشان نقول راجعين تحيا مصر شكرا ثانك يو شكرا شكرا والان نبدا طابور عرض الفرق المشاركه بالبطوله And now, we will start the presentation of the participating teams in the championship. Thank you.
مارن. تيم بورت فروم كاميرون. تيم دي جي اس بي فروم كونغو. Gaza from Democratic Republic of Congo. Team VC Espoir from Democratic Republic of Congo. I swear you'll never win, 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 you'll never win. Team ES Police from Cote d'Ivoire. Mulaita Adicha from Ethiopia. Team General Service Unit from Kenya. Team Prisons from Kenya. Team Redskins from Lesotho. Vice Chairman of the Higher Committee of the Championship and Member of the Board of Directors of Al Ahli Club. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة الطائرة، السادة المسؤولين في الاتحاد المصري لكرة الطائرة، الحضور الكرام، أهلا ومرحبا بكم في مصر العزيزة وفي النادي الأهلي. إنه لمن دواعي سرورنا أن يستضيف النادي الأهلي هذه البطولة الكبيرة على أرض مصر، ويعكس هذه الاستضافة العلاقات الوطيدة ما بين النادي الأهلي والاتحاد الأفريقي. وفي هذه المناسبة وانطلاقا من مسؤوليتنا تجاه نادينا الحبيب، نتعهد أمامكم بتنظيم رائع يليق باسم النادي الأهلي. مرة تانية بنرحب بحضراتكم وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع كلمة المهندس خالد ناصف سليم، عضو اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة. Now with the word of the engineering Khaled Nasif Salim, member of the Egyptian Olympic Committee and the president of the Egyptian Volleyball Federation. والآن مع كلمة دكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة.
Now, with Amra Elwani, President of the African Volleyball Federation. Ladies and gentlemen, Mr. Amri Farooq, Vice President of Ahli Club, Muhammad Garhi, President of Organizing Committee, Hamad Damati, Vice President of Organizing Committee, ladies and gentlemen, members of Ahli Club Board, Mr. Morikita, First Vice President, CVB, African Confederation President, Mr. Munir Bin Salman, Vice President of CVB, Mr. Toby Reddy, President of Developing Commission and Board Member of CVB. Ladies and gentlemen, dear colleague, President of Missions, and dear officials and players, it is my great honor to welcome you in your second home, Egypt, Cairo, Ahli Club. So welcome and enjoy your stay. Egypt is opening their hands for you to satisfy your hospitality with Ahli Club. And fair game, fair sport, and I believe this is what we have to confirm. It is African unity. This is the way we unite Africa, and I hope one day one of these teams will be on the top of the world and World Cup champion. My recommendation for the players, please respect your opponent, please respect your referee, and I believe we will see a fantastic championship on the land of Pharaohs in Ahli Club in Egypt, Cairo, in the headquarters of African Confederation. So welcome and thank you for all. Have a nice competition. Now, I would like to invite Mr. Amri Farooq, the Vice President of Ahli Club and the previous Minister of Sport of Egypt, to join me in the opening of this tournament together in the favor of Ahli Club and the Egyptian people. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. نيابة عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تفتتح البطولة الأفريقية للطايرة رجال 2018 بالتوفيق للنادي الأهلي ولكل الفرق المشاركة إن شاء الله. Now, the exit of the participating teams in the championship. Thank you.
نكون وصلنا إلى نهاية حفل الافتتاح، ولحظات قليلة وتبدأ مباراة نادي نيمو ستارز الأوغندي مع النادي الأهلي المصري، ونتمنى التوفيق للجميع. Thus, we have reached the end of our opening ceremony tonight and few moments to begin the match between Nemo Stars from Uganda versus Al Ahli from Egypt. Best wishes for all and thank you.